وإن شاء الله بنتمناها لكل مؤمن هاي الزيارة، ونتمنى لكل إنسان، ويعني فرحتنا مش قادرين نوصفها لأي إنسان. إذا بتفتح قلبنا يمكن ما قادر يوصف الفرحة اللي إحنا فيها، وإن شاء الله عقبال الجميع، عقبال كل مؤمن بإذن الله تعالى. في فرصة سعيدة سعيدة إن شاء الله. أنا خالقة هون ودار جدي بفلسطين، وهلأ إن شاء الله بدنا نتلاقى بالحج أنا وخالي ومرت خالي ومرت خالي، وفي من أهل البلد كمان لأول مرة إن شاء الله، ومن فلسطين. كثير كثير مبسوطة، يعني أول مرة بحس بهالإحساس هذا. كثير مبسوطة رايحين نزور الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على روح النبي، ورايحين نمحي السيئات كلها بإذن الله، ورايحين نزور الأنبياء. الفرحة أكيد كبيرة كبيرة، لأنها هاي أمنية كل إنسان مسلم ومؤمن إنه يزور الديار المقدسة، ويعني هاي فرحة العمر، يعني يعتبر كل الأفراح اللي بتحصل بحياتنا مش فرحة قد فرحة الحج. أكيد نتمنى إنه نكمل حجتنا في فلسطين إن شاء الله، إنه نكملها، هي حجتنا إحنا بتبقى ناقصة إذا ما زرنا بالأقصى، لكن إن شاء الله الأمل موجود، إن شاء الله بنكملها إن شاء الله. إذا ما كملناها إحنا أولادنا أكيد حيكملوها. لو سمحت بس احنا بدنا نتجمع هونيك علشان هيك.